عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا قصة حرف القا. حرف القا اسمه قا، اللي هو مرتبط بالبنات، يعني قا جيرل حرف البنات اسمه، لأنه الحرف القا الكابيتال اللي هو البنت، أوكي، والقا السمول اللي هو فستانها بهالشكل، أوكي. والقا اللي هي كمان اللي هو الجرين، لون فستان البنت، قا جيرل فستانها ده البنت جرين، قا جيرل قا جرين، سميناه قا مرتبط في البنات لأنه شكله شكل البنات. الآن هاي قصة حرف القا. الآن عندنا سارة. قبل ما نبدأ يا سارة، شو How are you, Sara? My name is Sara. I am KG2. Thank you, Sara. هل الآن سارة، قبل ما نبدأ بدنا إيش يا سارة؟ نسمع الحروف وبعدين نشوف الحرف الجديد. يلا سمعيني الحروف يا سارة. بدك تسمعيهن عاد، حنغيب عادي مو مشكلة. يلا. كتبت الأسمول، ما كتبت الباسمول، كتبت الكاسمول، دا كتبت الاسمول، بي كتبت الاسمول. فا كابيتال فاسمول. اوكي، اليوم بدنا ناخذ حرف الجا اللي هو جيرل بنوته جرين، جرين يعني لون فستانها. اخضر فستان. يلا كيف بنكتب الجا؟ دائره، نصف دائره وبعدين نطلع فوق. الان ساره قاعده بتكمل كتابه حرف الجا، الطريقة الصحيحة في كتابة حرف في الجا. جيرل. بدنا حرف الجا سمول. ناو أول إشي بنبدأ بالجا وبعدين نطلع لفوق وننزل لتحت. يلا. يلا. أيوة. مش كلها تطلع فوق كاملة يا سارة. يلا حرف الكا. أيوة بنطلع فوق شوي، نسكرها وننزل لتحت كامل. ممتاز، هذا حرف شو؟ الكا. جا جيرل. طيب بدنا نلزق هلأ الأحرف. يلا نزق لنا الأحرف يا سارة. هيك علقت سارة حرف الجا. جا جيرل جا جرين. يلا يا سارة شو بتحكي للجمهور؟ خلصنا هيك. لا تنسونا لايك وشير وسبسكرايب.